الحداد. هلا والله معاكم سلمى الحداد. هلا والله معاكم ضحى الحداد. اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. اتمنى انكم استانستوا بالفيديو اللي طاف. ما شاف الفيديو موجود اللينك تحت. اوكي نيا الحين على موضوع فيديونا اليوم. بما ان السنة الجديدة بدت فاحنا نبي نبديها بشغلة فلافي ودافي وشي حده كيوت كيوت. ففي هذا الفيديو انا راح اشارككم بخمس كتب انا شفتهم حيل 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 كيوت ويعني ودي اشارككم فيهم. طبعا يعني الحين مع بداية السنة الجديدة الواحد يعني يبي يبديها بداية سعيدة وحلوة، فحلو انكم تقرون هالكتب اذا تبون بريك حق مخكم من الفانتسي او انه يعني تبون قصة حب كيوت وتحسسكم ان العالم بخير كيوت. فيلا خلونا نبدي بالخمس كتب اللي انا اخترتهم. الكتاب الاول اللي انا اخترته لكم هو بيتر سويت تأليف سارة أوكلاند. هذا الكتاب من كثر ما هو كيوت لدرجة اني انا كنت ما ادري شلون اوصف لكم، اللي ما اقدر اقعد بمكاني من كثر ما الكتاب كيوت، يعني افتر كل مكان وكذي يا ربي الكتاب كيوت اتس سو كيوت، يعني ما ادري شنو اسوي بعمري. يعني ريم اختي قرتها قبلي وقالت لي قبل لا اقرا كيوت اليرت كيوت اليرت، بس انا ما تحضرت ان الكتاب يكون هالكثر كيوت كيوت كيوت، ما قدرت يعني اتحمل. فكرة الكتاب تتكلم عن هاتسن، هي بنية عمرها يعني 16 سنة او 17 سنة، يعني هي في سنينها الاخيرة بالثانوية. هي كانت بطلة في السكيتينج اللي هي يعني تزلج على الجليد، وكانت يعني خلاص مستقبلها كانت عارفتها وكذي، لين في يوم من الايام تكتشف ان ابوها خاين امها مع واحدة ثانية، ومن هني تعتفس حياتهم يعني عائلتها كلها تعتفس حياتهم فوق حدر. فتعتزل هاتسن التزلج وتنتقل مع امها واخوها الصغير اللي هو كيوت بعد انزين لها ولاية ثانية، ويفتحون هناك مطعم، وهناك تتعلم هاتسن شلون يعني تسوي كيك، ومن هني يعني اتي ان شغلها ولازم تشتغل مع امها ويعني تتغير حياتهم بيسكلي 100%. بس اللي صاير ان هاتسن للحين خاطرها تتزلج وللحين ما طلع التزلج من سيستمها، فهي كل يوم بالليل بعد ما يسكر المطعم تروح يعني مكان شويه مهجور وكذي وتتزلج بروحها، تتذكر الايام القبليه يوم كانوا عائله واحده وكذي، طبيعي يعني نفسيتها تعبانه، لين تكتشف انه كان في واحد اللي هو البطل جوش وهو كابتن فريق الهوكي اللي هو لازم هم يتزلجون على الجليد وكذي، وهو كل مره يهني عشان يتدرب، بس المشكله كل ما اشوفه يتفشل منها ويروح. هل مرة قال ينوت خلاص انا بروح اتعرف عليها لان هي يعني عجبته انزين، فيروح ويتعرف عليها، فيصير يعني مثل ما تقول سلسلة من المواقف المحرجة. سو كيوت يعني يا ربي انا عايز اقول لكم سو كيوت المواقف اللي بينهم تصير، وشلون هما يعني تبدي بينهم صداقة ويعني كل واحد يتعلم من الثاني شيء. وايد حلو، انتر اكشنز وايد حلوين، القصة تضحك ويعني وايد 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 كيوت، يعني انا خلصكم يعني يوم خلصتها حسيت انه او ماي جاد يعني قلبي انترس من الكيوتنس، يا الله يعني كيوت كيوت مو طبيعية. نقطتي الوحيدة على القصة كانت ان المقطع الاخير يعني كان في مقطع حسيته كان ما له داعي او مو منطقي يعني او مو تبع القصة، ما ادري شلون هالمقطع هذا وايد خرب علي مود القصة. ليه بعدين هو بالنهاية حيل يعني ما اثر على القصة كلش، بس هو يعني كان المقطع لو شايلينه من القصة كان وايد احسن، لانه هو بعدين شلون البطل اخر شيء يعترف حق البطل انه يحبها كان او ماي جاد يعني سو كيوت سو كيوت اخلصكم سو كيوت. فبالنهاية عطيت بيتر سويت 4.5/5. الكتاب الثاني اللي اخترته لكم هو The Fill In Boyfriend تأليف كاسي ويست. ايه نفسه اللي كاتبه On The Fence تأليف كاسي ويست، انا مسوية عنه ريفيو من قبل، راح احط اللينك بالدسكريبشن بوكس بلو عشان تشوفونه وان شاء الله تستمتعون فيه. بالنسبة لي انا حبيت The Fill In Boyfriend وايد اكثر من On The Fence، وايد عجبتني so cute again انزين، يعني وايد حلوة القصة وخفيفة وفلافي حيل، ما فيها يعني شيء سوداوي وما شنو، بالعكس كلها فلافي ويعني it's a feel good book، يعني انتو تقرونها بعد ما تخلصون الابتسامة يعني ما شلون اقول لكم ويعني مخكم تحسون الدنيا بخير وناسة. اول ما تفتحون الكتاب اول صفحة تتعرفون على جيا، هي في سنتها الاخيرة بالثانوي وهي رايحة البروم على اساس مع بوي فرندها اسمه برادلي، بس تتفاجئ جيا ان برادلي جاي معاها عشان هو يقطع علاقته فيها قبل لا يدشون البروم،
ففشلها، هي قاعدة بروحها بالمصافق وما عندها بوي فريند، وهي واعدة ربعها كلهم ان هي بتي معاها بوي فريندها. اللي يصير ان جاية تشوف سيارة واقفة يم المدرسة وداخلها واحد، اطق عليه الدريشة تقول له شنو اسمك، يقول لها ليش، تقول له خلاص you know what nice to meet you برادلي، انت my boyfriend، يلا دش معاي تصير my boyfriend. اول شيء برادلي المجهول يتفاجأ ايش فيها هذه مجنونة ولا شنو، بعدين يفكر you know what خلي دش معاها خلي اشوف ايش اخرتها وياها، فيدش معاها البروم ويتظاهر ان بوي فريندها، لا مو بس كذي يشيل لها البروم يصير احسن بوي فريند بالدنيا، لدرجة ان كل البنات قاموا يحسدونها عليه ان ابيتي من وين طاح على هذا، هي تقول لهم لا طاح علي من السماء تدرون ما يدرون how true it is. بعد البروم هي جاية تقول خلاص انا يعني الحمد لله طافت الكارثة على خير، ويروح هذا برادلي وراح وخلاص يعني والحمد لله، وتتوقع انه ما راح تشوفه مرة ثانية، لين تنصدم ان في وحدة يعني هي مو عدوتها بس وحدة تقدروا تقولون ما يعني ما تحبها وايد، تعزمها على حفلة تقول لها ابي بوي فريندك هذا ايه الحفلة ضروري، فهني جاية تتوهق انها شلون يعني ازين، فهي ما تبي تقول لها انه هو يعني قطع علاقته فيني على اساس انه لا يعني تصير تطفرها وكذي، فتضطر انها تبي تدور برادلي هذا وين راح وشلون راح تلقاه جيا. قاعد اقول لكم القصة فلافي 100%، ما فيها اي شيء سوداوي، كلها علاقات مدرسة وعلاقات حب وما ادري شنو. انا اصلا وانا كنت قاعد اقرا الكتاب انا كيوت انزين خلاص بس خلاص قلبي الصغير لا يتحمل، يعني كيوت بطريقة مو طبيعية، وايد 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 حلو، انصح فيه بشدة. وحتى المقطع الاخير يا الله المقطع الاخير، انا يعني بهالقصص اهم شيء عندي انا المقطع الاخير شلون البطل يعترف حق البطلة بحبه، وهالمقطع يابها صح، يعني انا حسيت انه أبوي لا 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 بس ما أقدر، كيوت كيوت كيوت. هو البطل بطشدي بمقطع واحد، مقطع واحد بس وصغير يعني كذي، بس بطشدي حسيت يعني شدعوة عليك شدعوة ليش ليش كذي ليش انزين، بس بالنهاية عوضها يعني مقطع الاعتراف النهائي كان وايد وايد حلو. فبالنهاية عطيت كتاب ذا فيلم بوي فريند 4.75/5. اني الحين على الكتاب الثالث اللي بتكلم عنه، او اكشلي السلسله الثالثه اللي بتكلم عنها اللي هي سلسله بيرفكت كيمستري تاليف سيمون الكليز. الجزء الاول من السلسله بيرفكت كيمستري كان ون اوف ماي توب 10 بوكس، لين قريت هاري بوتر كان اطيح بيرفكت كيمستري عشان يدش هاري بوتر من التوب 10. يو كان جيس ايش كثر انا احب هالكتاب، هالكتاب كيوت شوي عليه، like it's so good so good. يا جماعة الخير اللي يقرأ بليز قولوا لي لأن الكتاب حد عجيب. الجزء الأول من السلسلة اللي هو Perfect Chemistry يتكلم عن أليخاندرو أو أليكس، إذن هو في سنة الأخيرة بالثانوية، وهو يعني من جانج اسمهم لاتينو بلاد، وهو سوالف I don't care يعني عن الدراسة وما شنو، المهم اللاتينو بلاد والعصابة وما أدري شنو كذي. فاني على الطرف الاخر من المدينه اللي هي بريتني، هم توها داشه المدرسه وهي يعني متهيئه ان هي مستقبلها قدامها وتبي تدش جامعه عظيمه، ما ادري كنه ييل اعتقد، المهم ان هي يعني عارفه وين تبي تروح ومخططه حق حياتها وكل شيء. ومثل ما هو باين من العنوان يي استاذ الكيمستري ويحطهم مع بعض بمشروع عشان هم يعني يصيرون مثل بروجكت بارتنرز، انه لازم يقدمون البروجكت على نهايه الكورس، واعتقد انتم تعرفون شنو التكملة، تصير بينهم صداقة وتنشأ بينهم قصة حب وشنو راح يصير بعدين. I don't know إذا أنا قريت الكتاب الحين راح أشوفه يعني نفس درجة الكيوتنس، أتوقع إيه أتوقع، بس لأن أنا قريتها من زمان حيل يعني حيل، بس أذكر إنه كان حد عجيب كان مو طبيعي من كثر الكيوتنس اللي فيه، كنت أنا يعني الصفحات كنت ودي يعني أدش داخلهم من كثر ما إن الكتاب حد كيوت. ما أذكر إنه في مقطع حسيته مو منطقي، بالعكس كان كيوت ورا كيوت ورا كيوت ورا كيوت، وهذا واضح لأني أنا كنت حاطتها من التوب 10 بوكس اللي عندي. فلهذا الغرض عطيت بيرفكت كيمستري 5/5. الجزء الثاني من السلسلة اللي هو رولز أوف أتراكشن يتبع أخو أليكس اسمه كارلوس، وهو يكون بالثانوية وهم هو وهما يبي دش اللاتينو بلاد عقب ما طلع منها أليكس بالجزء الأول، فهو يحاول وما أدري شنو كذي، بالنهاية يأخذون الشرطة لأنه هو كان قاعد يزرق مخدرات I think،
المهم بدال لا يحطونه السجن يتبرع واحد من المدرسين بالثانوية يقول خلاص أنا أحطه تحت عهدتي عشان يعني يسوي على قولتهم community service يعني خدمة اجتماعية، ما أدري شنو اسمها بالعربي، بس إنه لازم يسوي كم ساعات يعني خدمة اجتماعية عشان يقدر يقضيها بدال وقته بالسجن. فاللي يصير هذا المدرس عنده بنت اسمها كيارا، وهذه كيارا من النوع اللي انطوائية حيل ويعني ما تثق بأحد، وربعها بس عندها واحد وهو يعني ما ينفع تحبه لأنه هو not emotionally available حقها. زين فلما تشوف كارلوس جاي والسواقر ماله ويا ام هات انا نو ات وما ادري شنو، هي كانت تكش منه ايش في هذا ايش سالفته امه وكذي. بس بعدين يوم من الايام هو كارلوس يطاقينه، اتذكر طاقينه يعني شيء كذي، فهي تاخذه وتداوي وتسهر معاه طول الليل، ومن هنا تنشا صداقه بينهم وتبدا قصه حبهم. اجين كيوت فلافي ستوري، لا يقركم سجن ومخدرات وما ادري شنو، هذا بس البدايه. القصه كلها كانت كيوت بكيوت، يعني انا اقول لكم انا ما حبيت الكتاب كثر بيرفكت كيمستري اكيد، بس كان زين يعني الكتاب كان وايد حلو، اتس وورث ريد يعني وايد كيوت وايد وايد كيوت. فبالنهايه اعطيت الجزء الثاني روز اوف اتراكشن 4 نجوم من 5. الجزء الثالث من السلسله اللي هو تشين رياكشن اللي هو يتبع الاخ الصغير حق اليكس وكارلوس اللي هو لوي، هالمره الكاتبه قلبت الطاوله على قولتهم، لان لوي هيز ا فيري جود جاي، وهو يعني يبي يدش جامعه ويبي يتعلم ويبي ينجز بحياته عكس اخوانه. زين بس هو بالنهايه ينتهي في المطاف انه يحب وحده شيز ذا باد جيرل، يعني هي وحده هي اللي تبع العصابات وهي يعني اللي ما ايش اقول لكم هي الخربانه. فيصير في بينهم تشين رياكشن، ويعني شلون انه هو افكاره تاثر عليها وهي افكارها تاثر عليه، ولين يوصلون لحل وسط وشلون بالنهايه يحبون بعض. بالنسبه لي هالجزء كان جدا سيء، انا وايد ديسابوينتد بهالجزء، مع اني انا وايد احب فكره الجود بوي الباد جيرل، بس يعني لا it was poorly executed، كان مو زود يعني I was very disappointed من هالشغلة، ما يعني كلش ما أنصح فيه، يعني الجزء الثالث هو الوحيد اللي أنا ما أنصح فيه. فبالنهاية عطيت الجزء الثالث chain reaction 2.5 من 5. السلسلة الرابعة اللي بتكلم عنها هي من كتابين اللي هي Cross My Heart تأليف كيتي كلين، again قصة so cute حدها مود اللي يبي قصة رومانسية اللي واحد حب واحدة اخر شيء قال لها احبك، يعني seriously it's so cute وايد حلوة اذا انتو مود قصص حب يعني كيوت حيل، وايد انا انصح فيها السلسلة. يعني هي الجزئين، الجزء الاول نفس القصة من وجهة نظر البطلة والجزء الثاني من وجهة نظر البطل، بس هي نفس القصة، يعني حتى لو تقرون جزء واحد وما تقرون الثاني عادي مو طايفكم شيء، بس اذا تقرون الاثنين وايد worth it لانه هو قاعد يفسر اشياء ما كانت متفسرة بالجزء الأول فسرها بالجزء الثاني. فأنا نصيحتي اقروا الجزئين وايد حلوين. الجزء الأول من السلسلة اللي هو Cross My Heart يتبع شخصية جيدن، هي في سنتها الأخيرة بالثانوي وهي واحدة straight A student وسمعتها عند كل المدرسين إن هي واحدة شاطرة وhard working، ويعني هي إذا مو A ماخذة عادة تطيح غشيانة. زين فينتقل لمدرستهم واحد اسمه باركر، وهو جاي يعني من مدرسة ثانية وطردوه من المدرسة لأنه هو يعني يثير المشاكل وايد وكذي، فهو يصير معاهم بالكلاس. فمدرستهم الإنجليزي تحس إن باركر فيه potential يقدر يتعلم، ويعني هو بس إنه ما حد فاهمه، فهي تحطه تحت عهدة جيدن عشان الدرسة المادة وشنو طايفة لأنه هو جاي بنص السمستر اول مره يعني مو بروجكت. زين بعدين تحطهم بروجكت ليتر اون، بس اول شيء ان هي على اساس تصير مدرسته الخصوصيه. طبعا اول شيء جيدن يعني لا يعجبها منه ويع، ويعني هو مو من صجه ومو جاد بالعمليه، وحتى كل ما تيلا تبي الدرس هو يتمسخر عليها وما شنو، فاي تكرهها حيل. تحاول جيدن معاه مني منك كذي، هو ماكو فايده قافل الريال وما يبي يعني يسمعها وما شنو، فاي في يوم من الايام تعصب عليه وتمسخره وتهزئ بنص المدرسة. هذه الزفة بالنسبة لباركر كانت مثل الاطراق، انه يعني صح امباي انا ايش قاعد اسوي. انزين فيبدي يهدي من اعصابه معاها، ومن هني يقدرون يوصلون لحل وسط بالموضوع. بس الصدمة الكبرى ان باركر وراه سر كبير، وجيدن تعلق بنص هالسر، ولازم جيدن هي اللي تقرر هو منو باركر ومنو توقف بصفه، هو ولا الشرطة. Yeah.
لا يغركم، ما قلت لكم شرطة ما شنو. القصة سو كيوت سو ادوربل، يعني وايد 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 حلوة، انا وايد استانست عليها، ونهايتها حيل حيل حلوة، فيها شوية اكشن بس الاكشن كان حتى كيوت، يعني القصة كلها كيوت بكيوت. الجزء الثاني من السلسلة اللي هو كولاترال دامج، نفس القصة بس من وجهة نظر باركر، وهو يعني شنو ماضي ومن وين جاي هو، ويعني يشرح لنا سره بالتفصيل انزين عشان نقدر نفهم القصة اللي كانت من وجهة نظر جيدن بالجزء الاول، فشنو كان يعني وجهة نظر باركر من كل هذا. فبالنهاية اعطيت كروس ماي هارت 4 نجوم من 5، واعطيت كولاترال دامج 5 نجوم من 5. والكتاب الخامس والأخير اللي بتكلم عنه اللي هو أكسن تايم تأليف أليكس فليم، هي نفسها كاتبة بيستلي اللي أنا مسوية عنه فول بوك ريفيو وموفي ريفيو، راح أحط اللينك بالدسكريبشن بوكس بلو، وايد حلو يعني بليز تشيك إت أوت وقولوا لي أراكم. طبعا طبعا أكيد أنا حبيت أكسن تايم وايد أكثر من بيستلي، هو ريتيلينج عن سليبينج بيوتي أو الأميرة النائمة، بس يعني in a very cute way وايد كانت حلوة، الأحداث فيها منطقية بس كيوت أكثر، يعني حسيت إن سليبينج بيوتي صار لها معنى في الحياة. زين يعني أنا عموما قصة سليبينج بيوتي أنا ما أحبها وايد، وحتى القصة الحقيقية يعني is more gruesome than this. زين بس يعني كيسن تايم خلوها وايد كيوت وايد فلافي، ويعني شخصية البطلة يعني وايد حلوة. مثل ما أنتم متوقعين فكرة الكتاب هي عن الأميرة تاليا بنت الملك والملكة، تي الساحرة يوم مولدها وتقول لها إن إذا صار عمرك 16 سنة راح يصير هذا تقزين يدش وراح تنامين 100 سنة وما شو كل هذا، يعني نفس سليبينج بيوتي اللي يصير. إنزين شلون راح تصحى من النوم؟ هذه السالفة. فاست فورورد 600 سنة، إني على جاك هو في سنة الأولى بالجامعة أول مرة. إنزين سنة الأولى في الجامعة هو يكون مع تور، إنزين إنهم مع كلاس وكذي رايحين لمكان معين عشان يستكشفون الطبيعة اللي فيه أو شغلة كذي. المهم يضيع جاك عن المجموعة اللي هو معاها، يعني يضيع يدورهم ما شنو لين يكتشف إنه هو دش مدينة مسحورة وما حد يقدر يشوفها غيره. يتفاجأ جاك شو السالفة شو صاير كذي، يدش القلعة اللي الوحيدة الموجودة في المدينة ويلقى الأميرة النائمة، يبوسها يصحيها، ومن هني تبدي القصة وتبدي يعني الأحداث الكيوت اللي واي كيوت كيوت كيوت. يعني أنا نهاية الكتاب يعني صار فيني شيء أوكي خوش مقطع شيء صار فيني وايد حلوة وايد حلوة. بالنهاية عطيتها كيسن تايم 5 نجوم من 5. اوكي خلصنا الخمس كتب اللي انا بغيت اشارككم فيهم، اتمنى ان الكيوتنس وصلكم انزين لمكانكم لان صدق كيوت يعني. اني الحين على سؤال الحلقة، هو سؤال ما سألته انا قاعد اسأله نفسي، لان الاسئله الكومن اللي قاعد تجيني تقريبا انا جاوبتها بالفيديوهات اللي طافوا. اذا عندكم اسئله سالوني بالكومنتات او في اي سوشيال ميديا انا احطهم بالديسكربشن بوكس بلو. فالسؤال اللي انا وجهته حق نفسي هو عطينا اسامي 5 افلام كيوت تحبين تشوفينهم بهالوقت من السنه. اوكي انا راح اقول لكم بس اسامي الافلام، ما راح اقول لكم شنو قصتهم وشي، راح اخليكم تستكشفون هالشيء بنفسكم سنس ان الافلام اكثر بوايد من الكتب، فيعني راح اخلي لكم هالموضوع. الفيلم الاول اللي انا اخترت لكم هو للرجال فقط من بطولة سعاد حسني، هو فيلم بالابيض والاسود بس صدقوني you will feel it you will feel it، شوفوه ادعوا لي. الفيلم الثاني اللي اخترته لكم هو Love Comes Softly، هو الجزء الاول من سلسله من 8 افلام و8 كتب، وهي يعني مقتبسه من كتب كذي. انا بالنسبه لي احلى جزء فيهم هو الجزء الاول Love Comes Softly. هذا الفيلم يعني ما اكذب عليكم صدق I'm serious ما اكذب عليكم، اذا انا شايفته تقريبا يعني 70 مره 80 مره، يعني شايفته وايد وايد. الفيلم الثالث اللي اخترته لكم هو The Polar Express من بطولة توم هانكس، هو توم هانكس هو اللي مسوي كل شيء بالفيلم، وايد 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 احب هالفيلم، انا كل سنه بهالوقت لازم اشوفه. بولر اكسبرس يعني وايد يعني له ذكريات حلوه عندي، ولما اشوفه لازم هوت شوكليت وكذي واستانس، والساوند تراك حده عجيب، لازم تشوفونه ذا بولر اكسبرس. الفيلم الثالث اللي اخترته لكم هو اوستن لاند، هو مقتبس من كتاب همن، انا قريت الكتاب ما عجبني وايد، راح اسوي عنه
فول بوك اند موفي ريفيو، بس وايد حلو أوستن لاند، انصحكم تشوفونه خاصه بهالوقت من السنه، وايد 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 حلو. والفيلم الخامس والاخير اللي هو وات اف، بطوله دانيال رادكليف اللي هو نفسه هاري بوتر. تدرون ليش انا احبه؟ تدرون ليش؟ الفيلم وايد كيوت، ولو انه فجر اختي ما حبته وايد، انا بالنسبه لي وايد كيوت. طبعا تدرون الحب عماني ودانييل وذكريات، تدرون يعني. المهم بس الفيلم وايد حلو. اوكي وبكذي خلصنا الفيديو، مشكورين ليان وسلمى بنات اخوي، ان شاء الله استمتعتوا بتقديمهم، وايد استمتعت وانا اصور معاهم، مشكورين يعطيكم العافيه، كنتوا وايد 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 كيوت. ان شاء الله اذا جيت لكم راح اقرص خديداتكم. لا تنسون اللايك، سبسكرايب ولايك، سبسكرايب ولايك، فيا هذا كان وقتي، كانت معاكم ضحى الحداد، نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.